استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء في القصر الملكي بالرباط تشكيلة الحكومة الجديدة، ومن بين الوزراء الذين غادروا حكومة أخنوش الأولى وزير الصحة خالد آيت الطالب، وزير الفلاحة محمد صديقي، وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة التضامن عواطف حيار. ويعكس التعديل الحكومي ضعف أداء هؤلاء الوزراء في إدارة ملفات اجتماعية هامة مثل أزمة طلبة الطب وأزمة الماء والجفاف. هذا وتم تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة وهو مستشار سابق لأخنوش، كما تم تعيين محمد سعد برادة وزيرا للتربية الوطنية وهو مدير سابق في شركة إفريقيا غاز. إضافة إلى ذلك عين أحمد البواري وزيرا للفلاحة وهو عضو في حزب الأحرار ولديه خبرة طويلة في هذا المجال. وتعكس هذه التعيينات تغليب عامل الانسجام في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.